لو عملوا رخصة فتوى، يعني دكتورة عاملة معاكي ايه؟ معايا رخصة ان انا افتي مثلا. لو عملوا 10 15 رخصة في مصر وما عدا ذلك اللي يفتي يتسجن، الدنيا هتتصلح وهفكرك هتبقى زي الفل. هي بذكر دكتور عبلك ذكرت يعني فكرة انه الأصل في الأمر إنه إذا حصل عدل فيحصل أمان، إذا حصل تطبيق للقانون وتنظيم للمجتمع فيحصل أمان بطبيعة الحال. يعني الشر مش هيختفي من العالم، لكن هو الأصل في الأمور أن يكون في قيادة منظمة، أن يكون في قانون منظم، أن يكون في يد عليا على الشر وعلى الخير وعلى كل الناس تنظم المجتمع. فهي العمليه، خلي بالك الناس بتعتبرها فزاعه ان انا اتكلم في الموضوع، ولكن احنا ما فيش مانع. يعني اهو انا طبيعي لما بسمح، يعني بسمع ست زي الدكتوره عبله راحه نفسيه بجد مريحه. دي حد بيعلمني دين. لما بشوف الراجل اللي اسمه وجدي غنيم، ايه الشر ده؟ يعني ده انت راجل، ده انت عديت كل، يعني بيفكرني باستيفان روستي في افلام زمان. تعالوا نطمئن بقى على المصابين والابطال اللي ربنا نجاهم. المحترم الصديق العزيز العميد شريف الحسيني، الراجل ده يا جماعه قلبه وقف 3 مرات، دخل المستشفى. يعني هم ما رضوش يقولوا لنا الكلام ده، احنا عرفناه مؤخرا، يعني شبه متوفي، ولكن كتب له عمر جديد. والحمد لله النهارده تم عملوا له عمليات في المثانه وفي الشرايح ومسامير، بس هو بخير. وكان المفروض هيبقى معانا في مداخله بنفسه، لكن حالته الصحيه يعني لسه لا تسمح، او ان شاء الله بكره يبقى معانا. معانا شقيقه الاستاذ وليد. مساء الخير. مساء النور يا استاذ احمد. يا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. طمنا على سياده العميد شريف، ايه الاخبار النهارده؟ والله يا استاذ احمد الحمد لله العميد شريف حالته الصحيه دلوقتي مستقره وفي تحسن الحمد لله. زي ما حضرتك قلت، هو الحمد لله النهارده احسن بكتير من ساعه ما دخل، والحاله مستقره جدا الحمد لله. طيب، يعني انا مش عايز اخش في تفاصيل، بس حاجة